نتيجة الأحداث في أوكرانيا هي أن نعزز وجودنا بالقرب من روسيا، هكذا يقولها حلف الناتو. فهل تقصدون أن الرئيس الممثل مجرد أداة في مواجهة بوتين؟ أسير أوكراني يكشف خفايا ما يحدث في الجبهات، والمجنون الجمهوري يسخر من ألمانيا ويقولها لهم لن تضحكوا بعد الآن. العم سام يغضب حفيد عثمان، ولكن كيف؟ وما الذي ستفعله كوريا الجنوبية في مواجهة الزعيم؟ وما هو سر الارتياح اليهودي في الإمارات؟ الإمارات العربية، نعم. الدعم الغربي ليس بالمجان. من يعلم ما هي نوايا دول الغرب ومغزاها من دعم زيلينسكي؟ هل تريدون استقرار أوكرانيا حقاً أم إن كل هذا في خضم محاربتكم لبوتين؟ يقول رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور: النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا هي لتعزيز حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية. هذا الاعتراف يأتي من الناتو رسمياً أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات. فبعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ الناتو وأمريكا دعمهم لزيلينسكي ليس من أجل استقراره، بل من أجل تعزيز وجودهم بالقرب من القيصر. يأتي هذا على قلم الكاتب بابلو ليال في مجلة ريبليون الإسبانية: نظام كييف وافق على المساعدة الغربية بموجب عقد إيجار يهدد سيادتها، وقد تضطر إلى دفع ثمنها مع أراضيها، مما يضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. إذن هذه سياسة الغرب: الإمداد بالسلاح مقابل بناء عشرات القواعد العسكرية لحلف الناتو وأمريكا. وأشار الكاتب في مقاله إلى أن كييف تحفر لنفسها وتخاطر بالمستقبل من خلال اتخاذ قرار باتباع الدول الغربية. هل تتفقون متابعينا مع هذا؟ وإن كان كذلك، فكيف سيخرج زيلينسكي نفسه من الحفرة التي وقع فيها؟ ضعوا آراءكم في التعليقات. تدريب لمدة أسبوع فقط. برغم الدعم المتواصل لكييف من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا، يقول بوتين: أنا المنتصر، والجيش الأوكراني لا يستطيع المضي قدما ولا حتى البقاء ثابتا. فهل هذا ما يحدث حقا؟ نائب قائد كتيبة القوقاز الهجومية تفريدا: الوحدات الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم باتجاه محور فازيلفيسكي في مقاطعة زابوروجيا، وذلك بعد ضربات متواصلة للمدفعية الروسية للمواقع الأوكرانية في تلك المنطقة. وفي الجانب الآخر، لنسمع ما كشف عنه ملازم أول أوكراني يدعى أوليغ روزكوفسكي، تم أسره في منطقة باخموت. معظم العسكريين في صفوف قوات الأمن الأوكرانية في منطقة أرتيوميفسك يرفضون الذهاب إلى المواقع القتالية لأن هناك خسائر ضخمة من الجرحى والقتلى. هم لا يعرفون كيف يستخدمون الأسلحة الرشاشة، فقد تم تدريبهم لمدة أسبوع واحد فقط ودفعهم للخطوط الأمامية. ما الذي تفعله أيها الرئيس الممثل؟ حلف الناتو، ملامح الانهيار. صحف غربية تكشف عن تضاعف الأزمة الاقتصادية لمنطقة البلطيق التي تعد الحافة الشرقية لحلف الناتو، فهي تعاني من أشد معدلات التضخم في منطقة اليورو. ضرائب العقوبات على روسيا تدفعها الدول التي سنت العقوبات. جاء في أحد المقالات أن هذه الأزمة تأتي في وقت سيء جدا، والتضخم وصل لدرجة مذهلة تجاوزت 25% الشهر الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، الأمر الذي يدفع بأوروبا نحو الركود. وهنا دونالد ترامب يسمع ذلك ويعبر عن سخريته
من الألمان لن يضحكوا بعد ذلك. ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة بما في ذلك الفحم، وهم لا يملكون، لن يكون لديهم بلد ولن تبقى لديهم بلاد. وسابقا كان هذا المجنون الجمهوري قد حذر الألمان في اجتماع حاشد في ولاية أوهايو من خسارة بلدهم بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وحين ذاك أرسل علما أبيض للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاستسلام أمام روسيا. يا لطريقة استفزازك يا ترامب. العم سام يغضب أردوغان. بعد قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عن قبرص، أتى ترحيب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس على حسابه في تويتر: هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين بما في ذلك مجال الأمن. وهنا يغضب حفيد عثمان ويتهم الولايات المتحدة بالتناقض مع مبدأ المساواة بين الجانبين. وزارة الدفاع التركية قالت في بيان إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. فهل يكترث العم سام للغضب التركي؟ حول العالم، وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن رحلة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى آسيا الوسطى هي خطوة استراتيجية لكسر تطويق أمريكا للصين من خلال توسيع دائرة الأصدقاء في منظمة شنغهاي للتعاون وإظهار ثقته وتأثيره. ويتزامن ذلك مع إعلان السفارة الصينية في براغ أن جمهورية تشيك ستنتهك سيادة الصين في حال أقدم الوفد التشيكي على زيارة تايوان في الأيام المقبلة. مصدر دبلوماسي في السفارة الألمانية في الرياض يكشف الملفات التي يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس مناقشتها خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. ألمانيا تزحف باتجاه الخليج، فقد أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا ستوقع في الأيام القادمة عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية بالحديث عنها أكد ليفي دوشمان أول حاخام مرخص له رسميا بالعمل في الإمارات أن الحياة اليهودية في الإمارات مزدهرة، آملا أن يكبر المجتمع اليهودي في غضون 10 سنوات إلى أكثر من 20,000 شخص. فتبا لكل مدعي العروبة. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال كيم سيون كوم: سأجعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنه في حالة محاولتها استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه الرد الساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا، ولن يكون هناك سيناريو لبقاء النظام بعد الآن. يبدو أن هذا النسخة الكورية المتهورة من زيلينسكي. متابعين الأعزاء، ما الدافع الحقيقي لدول الغرب والناتو وراء دعم أوكرانيا؟ وما هو السيناريو المتوقع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية؟ نسعد بقراءة آرائكم في التعليقات.